اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من باندو رياكشنز، معكم الباندو شخصيا. وحلقه اليوم مثل ما شفتوا بالثمنيل هي عن تراك شيخ جراح ضبور وعالم خيالي ام سي ميجو. اول شيء كل عام وانتم بخير لكل متابعيني من وين ما كان، من كل بلدان عربيه، من لبنان، من اي مطرح عم تحضروني. ان شاء الله اللي جاي بكون احسن من اللي مرق. وتحيه لاخواتنا واهلنا بفلسطين، وان شاء الله العيد الجاي بنكون عم نعيد معكم هناك. بمناسبه التراك اللي رح اعمل عنا رياكشن بالاول، الشيخ جراح الضبور، اسم التراك لحاله بخليك بدك تفوت وبدك شوف شو بده يقول الضبور. حقيقة الله يكون معكم كل أهلنا بالشيخ جراح وبفلسطين المحتلة كلها. العلاقة بين لبنان وفلسطين بتتخطى أنه هي بس بلد مجاور، إحنا عشنا وعشرنا ناس من فلسطين، ما في حدا لبناني ما بيعرف ناس فلسطينية. صارنا 75 سنة عايشين مع بعض، وبعتقد أنه صار الوقت أنه نخلص من هالموضوع. إن شاء الله هلأ بيتحقق هذا الحلم. فتحية كبيرة لأهلنا بالشيخ جراح والله يكون معكم، وإن شاء الله نخلص من هذا الموضوع قريبا. قبل ما نبلش، أكيد إذا عم تحضرون وعم يعجبكم الكونتنت، بليز بليز لايك وكومنت لتساعدوا بانتشار الفيديو، وأهم شيء سبسكرايب. وخلونا نبلش بالرياكشن. ضبور فرجينا شو عندك. على فكرة أنا بعد ما وقفت اسمع إن أن من وقت عملت الرياكشن عليه، فأنا كتير حبيته للضبور. في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح فندالي كتير نفتح شاسور كاتسور غر. في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح. اي واحد بس زلغت يعني شيء فرح، فهو عمل يعني شبه صوت الرصاص المقاوم الفلسطيني بالشيخ جراح ك في صوت رصاص زغرت. هاي برا في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح فندالي كتير نفتح شاسور كاتسور غرد بيتحج قدسوس تويوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطور. في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح فندالي كتير تفتح شاسور كاتسور غرد بيتحج قدسوس تويوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطور. اصحى امي بشوي الوقت دوبها ما في الشامن في مطور ياسم تيلاش استيم على الخط اختيور ماشيين ماشيين من واحنا صغر نيلاش بحد والخين الوعد بس وزر بركبة رايحة ابدا اصلي ولا كان جيت بركين بالسين وفعت انا ابن اللوت صوت ودي جمعت شباب الورد انا اقدع شاب خسرت وما زلت العب مش راح احمد لو كل هالدنيا بتتشقلب المان السم زي فورميلا وانا خسرت ولا زلت العب نجيت بركان بالسين وفعت انا ابن اللوت صوتو دي جمعت شباب الورد انا اقدع شاب خسرت وما زلت العب مش راح احمد لو كل هالدنيا بتتشقلب المان السم زي فورميلا وانا نعبي حسابي مصوري ببنك انا هون البص فرص كل غيم بدعس مبوس بنخش على زي صحابي زلم والقلب يدو كلكم عيال انا هون الجد ذمت نجوم بخفيك انا شمس انا لما عصب بصير زي وحش بقلاش من شخص بصفات العرس انا زي الاسد استحمل ضغط. في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح فندالي كتير نفتح شاسور كاتسور غرد بتحجم قدسوس تويوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطور. في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح فندالي كتير تفتح شاسور كاتسور غرد بتحجم قدسوس تويوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطور. اذا في الشحجار نضرب بالقلب والروح روح بكره يرجع شفت تخسفنا اذا في الشحجار نضرب بالقلب كتور خطفنا مطور اذا في الشحجور نضرب بالقلب والروح روح بكره بيرجع شفت تخسفنا الدم تعلمت في نيه دفليل في يوم السب في عنا شباب اتنيك الارض انا معدني اصلي ده بدخل جيب اسمع للطص اسمع للطص وك احنا رجال جدعان بالزيف من خيل حكي هم الموت ما نخيف احنا اللي سبع عشيك تهريب نقلب غزلم من هد جبال انا عظمي زم بدهيش ازلم تعمل احداث رح الف بسطوط اصور نصفات زمور انظر خطوط كيتم كنوش بتزيد تخش تعلق بالروس. في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح فندالي كتير نفتح شاسور كاتسور غرد بتحجم قدسوس تويوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطار. في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح فندالي كتير تفتح شاسور كاتسور غرد بتحجم قدسوس تويوتا كارولا قلبنا في غور كاكاتور وخطفنا مطار. اصحى دبور دبور بيت باي ناظر وتيمور. مش هحكي عن بيتات الناظر، مش بدي احكي، شو في احكي عن بيتات الناظر يعني. كثير حبيت التراك، يمكن اول وحده احلى منها، بس هيدي بدك تعتبر قد ايه الفتره قصيره من وقت بلشت الاحداث بالشيخ جراح ليقدروا يعملوا هيدي التراك ويخلصوها وينزلوها. بالنسبه للوقت اللي انعملت فيه التراك
شغل رائع جدا صراحة. بعتقد التراك رح كمان رح أدمن عليه واسمعه كتير. خلينا هلأ نروح على التراك التاني معنا لليوم، عالم خيالي ام سي ميجو، فرجينا شو عندك. في كابشنز بليز. في الغربة انا عايش مستور والحمد لله يما تقصى الظروف وقانا تشوف مكي منها لما تصر الدنيا خاني ما عادش فيها طعم وبنا تتهني نتهنى يا دنيا يا جنة لا دك في تونس بقدرة واما يمشي معروف الله يسامح لي كان سبب حكمتك الظروف ضربتني طايح وكفوف قصتني طروف طروف مجتمعنا مسخ الناس بعين طبع حتشوف وكل شي واضح مكشوف ما عندي من خبة ما عادش نبي مبرر انا محسب فيكم ربة وعندي حمادة في البحر لازرق يسكن جنبه ما يردش فيها تعالي عندك قلب زي قلبه وعندي مرتي ولدي وردة ولدي يوش النبأ الحمد لله ما نبي شيء أنا كل شيء عندي نبي ربي سامح اللي فات ويغفر ذنبه نحارب في الدنيا بلا قناع لساني دي ما يبنبه ورا وي ورا 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 وي ورا 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 وي ورا 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 ونعيش في عالم غير العالم اللي عايشين فيه عالم معبي نفاق وخبته جو خير من زي ما انت تبي اول ما تشد ترخي تاخذ من احنا تعطي في اللي هي تبي سبحان الله مبروش تقولش عليهم وحوش ما يصدقوش الدزل عليك قلوب ما يرحموش وما يحبوش حد خير منهم لا ما يبوش ديول كلاب العربي لان تموت تقعد عوج ومش موضوع العالم كله في ستين. انا بحب الراب الصادق عرفت كيف يعني ما بيكون عم يكذب عليك بيكون عم يحكيك شغلة مثل ما هي خاصة لما يكون عم يحكي عن شيء خاص فيه من حياته تجربة مر فيها. فبلش التراك انه هو بالغربة وهيدا الموضوع كيف مأثر عليه رجع فات انه بس الحمد لله عندي مرتي عندي ابني بس الدنيا عم تقطعني وعم تعمل فيه وكذا وفي بجنبي صاحبي فحلو الصدق بالتراك انا بحب هيدا النوع من التراكس. ديول كلاب العربي لان تموت تقعد عوج ومش موضوع العالم كله في ستين داهية لا هي في دنيا غير دنيتكم اللي بيا لاهية وربي ما خلقنيش عبثا في الدنيا الفانية عندي ثقة في ربي ان شاء الله داس لي حاجة باهية دفعت الثمن غالي والشكوى للعالي ربي فرش حالي انت اللي داري بحوالي حياة صدفية في مراحل انتقالي وانتقامي علي نفسي في عالم خيالي ورا وي ورا 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 وي ورا استنى فقر بفرصة عشيري نشري في أحياتي في بلاد الناس تهبت يعمي واستحشت بلادي نبي مسلم ولدي يكبر جنب جدة غادي وعايش عادي لكن علي نفسي ما نش راضي والقطع بدي ابني مسلم يربح حد جده غازي مسلم ولدي يكبر جنب جدة غادي جنب جدة غادي جنب جدة غادي يعني بكرة عفو انه بدي ابني يربح حد جده حد عائلته ليش بده يربح بالغربي عايش عادي لكن علي نفسي ما نش راضي ولقيت عشرم في الغربة رجال بزيك حمى ونبي اصحاب مواقف وقت الشدة وهملتنا في الليل زصوت الدنيا جابتهم لهم اكسر وانا طويل نتصرف وندير ولدك يا ابويا هنا يطير وعندينا حلم كبير ولازم يتحقق نعرف روحي نحقق انا نركز فيه وندقق ومش حتصدق ان احكي لك راسك لن يتفطق ولساني نطق باللي في قلبي وكل شي موطق وغير عوالتي ولدي في الغربة ما الشي مونس كم شم الدنيا في عيوني يضلام مومس وصار بلادي سب في عرضي راسي لين تكوبس سبحان الله نبكي يحلي ليبيا يا تونس ورا وي ورا 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 وي ورا 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 وي ورا سي ميجو عالم خيالي صراحة مثل ما قلت كثير بحب التراك اللي فيها صدق حكى عن شيء خاص فيه عن حياته بالغربة عن أهله عن شو بده عن شو عم بيصير معه الكورس اللي كان بالنص أو الترانزيشن إذا بدكم هيدي الورا ورا وي ورا كانت حلوة آخر شيء بس بالنص يعني بآخر شيء حسيتها أصدق شيء حسيتها أكثر شيء عن جد
عن جد طالع من جوات، عشان هيك انبسطت فيها. بس بالنص حسيت انه ترانزيشن اكتر ما هي كورس، كان ممكن يطلع شيء احلى ولكن حلوه. بحب الطريقه اللي بيكتب فيها ميجو، السيلبلز اللي بيستعملها، الرايم سكيمز اللي بيستخدمهم كتير حلوين. ام سي ميجو الضبور، يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بعد ما نشوف اشي احلى واحلى منكم. اذا عجبكم هذا الفيديو بليز لايك سبسكرايب وشو سم لوب بالكومنتس، فولو مي على انستغرام موجود بالديسكربشن. كان معكم باندو، بيس اوت.